السلام عليكم أعزائي في تكنوفورنت، مع حصة جديدة سنتعرف من خلالها وإياكم الفرق بين شاشات LCD و LED في الجودة ووضوح الصورة. باقي التفاصيل بعد الفاصل. أولا، شاشات LCD هي اختصار لكلمات ليكيد كريستال ديسبلاي، جاءت مباشرة بعد شاشات البلازما والشاشات العادية أو ما تعرف بالكاثوديك، اقتصادية في الطاقة، تحتوي على جودة جيدة في الصورة خصوصا على قنوات عالية الجودة، يمكن أيضا ربطها مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة ألعاب الفيديو. من عيوب LCD ظهور الإضاءة الخلفية خصوصا عندما تكون الشاشة سوداء. أما عندما نشاهد الشاشة من الأمام على سبيل المثال، نلاحظ أن الصورة تكون جيدة، أما عندما نقوم بمشاهدتها من أقصى الزوايا نكتشف على أن الصورة باهتة أو لا كاشفة أو غير واضحة أو يظهر عليها بياض على شكل المباشر. أما بالنسبة عندما تشاهد مثلا لقطة على السريع، سواء شخص سدد الكرة أو لقطة من فيلم بلقطة سريعة، تلاحظ على أنها غير واضحة، وهذا الأمر يعود إلى زمن الاستجابة في جودة البيكسل أو في جودة سرعة البيكسل. الآن سنتعرف على شاشات LED Light Emitting Diode، شاشات تعمل على إضاءة LED، شكلها نحيف مقارنة مع شاشات LCD، كما أن لشاشات LED مجموعة من الأنواع. النوع الأول وهو VA Panel، هذا النوع إخوان الأكارم يعطيك تباين جيد في الصورة وعلى مستوى الحركة كذلك، وأيضا على مستوى دقة الألوان. لكن من عيوب هذا النوع أنه عندما تكون مثلا جالس في إحدى زوايا الرؤية، تجد على أن اللون يختلف على اللون الحقيقي والأصلي للشاشة. أما النوع الثاني إخواني الأكارم وهو TN Panel، هذا النوع يمتاز بزمن استجابة جيد يبتدئ من 5 ميلي سكوند بوضوح شاشة رائع للغاية. لكن ما يعاب على هذا النوع أنه عندما تجلس في إحدى زوايا الرؤية، تجد أن شكل الإضاءة أو شكل الصورة يختلف من اللون الأصلي إلى الرمادي أو الأبيض. أما النوع الأخير وهو EPS Panel، هذا النوع يعتبر الأفضل من حيث جودة زمن الاستجابة أو زمن استجابة تنقل البيكسل بين ثانية وثانية، وسوف ينافس TN Panel مستقبلا. وهذا النوع أيضا إخواني الأكارم لا يوجد به عيوب تميزه عن باقي الأجهزة السابقة، بحيث أنه يمكنك أن تشاهد الشاشة كما أنك تشاهدها من الأمام من الزاوية اليسرى وكذلك الزاوية اليمنى من دون أن تتغير جودتها، ولذلك يعتبر النوع EPS Panel من أفضل أنواع شاشات LED التي ينصح بها، رغم أن معدل زمن الاستجابة يبقى ضعيف مقارنة مع أجهزة TN Panel. كما أن للشركة المصنعة دور كبير في جودة أجهزة التلفاز، فعندما نقول أجهزة التلفاز الحديث نقول شركة سوني، نقول سامسونج، نقول LG، نقول باناسونيك. فهنا إخواني الأكارم نجد أن هذه الشركات تتنافس فيما بينها لكي تقدم الأفضل بالثمن الذي يروق المستهلك. فمثلا نجد سوني هي رائدة لكن أثمنتها باهظة الثمن، وأول شركة اقترحت على المستهلكين أجهزة تلفاز ذات وضوح عالي أو ما يعرف بالأولترا HD أو 4K. أما عن الأجهزة الموالية والمنافسة، هناك سامسونج كذلك LG وباناسونيك، غالبا ما تتشابه في الخصائص، لكن كفاءة الصورة وجودة الهاردوير تختلف كما قلت لكم من شركة إلى أخرى. وهنا أخي الكريم يجب عليك أن تحدد تكلفة لشراء جهاز جيد حسب الإمكانيات المتاحة وكذلك حسب الخصائص المتاحة.
المتوفرة. إخواني في تلك الفورنيت لم يتبقى لي إلا أن أقول لكم إلى اللقاء وإلى حلقات مقبلة إن شاء الله. لا تنسوا بتشريفي بزر لايك إذا أعجبتكم حصة اليوم. لا تنسوا كذلك زيارة صفحتكم على الفيسبوك facebook.com/checkfor وكذلك تسجيل إعجابكم أو سبسكرايب للقناة إذا كانت هذه أول زيارة ومشاهدات باقي الحصص أو الحصص السابقة التي لم تتمكن من مشاهدتها. يمكنك في أي وقت التواصل معنا عبر الصفحة الفيسبوكية اللي هي facebook.com/checkfor وطرح مشاكلك واقتراحاتك مباشرة عبر الرسائل الخاصة والتفاعل معنا عبر المنشورات التقنية. لما لا، إلى اللقاء.